تعالوا مع بعضنا نديروا حلى كنافة سريع بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة نص كيلو كنافة حنحطوه في الفريز لعند ما تتجمد كويس، بعدين نقطعوها قطع صغيرات ونحطوها في طاجين أو مقلاية على الغاز، ونضيفه نص الكوباية مخلطة سمن عليه زيت أو زبدة عليه زيت، ونستمر في التقليب على نار وسط لعند ما تاخذ معانا الكنافة اللون الذهبي. ممكن تحطوها في الكوشة، يعني اختياري عادي، أنا حطيتها على الغاز أفضل لأن الكوشة عندي تحمر بسرعة. طبعا حنجهزوا الكريم شانتي مع بعضنا. أنا اخترت كريم شانتي الفراولة اللي هو نوع دريم، بصراحة من أحسن الأنواع اللي نحب نستخدمها في الكريم شانتي. بالنسبة لكريم شانتي نحب نضربه بالمية متلجة مش بالحليب، نحس الحليب يخلي القوام بتاعها سايح. استخدمت طبعا كريم شانتي فراولة، وحنستخدم كريم شانتي الشوكولاتة، وممكن تديروا الشوكولاتة المنزلية. صراحة الكنافة هذه نحب نديرها واجد، بالذات في شهر رمضان نحب نديرها مثلا في علب بلاستيك ونحطها في التلاجة، نحس ما تاخدش وقت لا مجهود. هيك خلاص عندنا كريم الشانتي الشوكولاتة جاهز، تو مسحت بالمنديل المبللة مكان العجاج اللي صار من كريم الشانتي. المهم جهزت هنا عندنا العلب البلاستيك. طبعا الكنافة كانت باردة لأن انتم عارفين الحاجة السخنة في البلاستيك تسبب الأمراض. حنضيف ما يعادل معلقة كبيرة من الكنافة، وبعدين حنحط طبقات الكريم الشانتي والشوكولاتة. طريقة سهلة، جربوها وحلوة ما تاخدش وقت، وبديت نحس سمحة للأطفال، يعني كل واحد ياخد العلبة بتاعته خير. بالنسبة للتزيين اختيار، يعني كيف ما تحبوا، أهم حاجة أن الطبقات، يعني مثلا تحطوا طبقة كنافة، طبقة كريم شانتيل فراولة، ممكن حتى الكريم شانتيل العادي يعني مش الملون، بعدين نحطوا طبقة واحدة أخرى من الكنافة، وهكذا لعند ما تعبوا العلبة اللي عندكم. ممكن حتى تستخدموا لو مثلا مش حابين الكريم شانتي، ممكن تستخدموا الكستردة أو ممكن المهلبية وتخلطوها مثلا بشوية كشيك كبير شوكولاتة، أو ممكن الكاكاو الخام تحطوه مثلا كشيك على المهلبية وتضربوها مثلا في الكبة أو في الخلاط، تعطي لون يعني زي الشوكولاتة. يعني أي حاجة عادي تجي على الكنافة، ممكن حتى طبقة جيلي فراولة أو مانجا. هيك خلاص عندنا درت الاثنين عادينا بالكريم شانتي، وبعدين درت الأخرات حطيت كريم شانتي الشوكولاتة. تحسوا الجو خلاص بدا يسقع، نحس في الليل الجو يسقع، وبديت حتى نتغطى البطانية. قبل ديما مولع الفرارة أو المروحة، لكن حسيت خلاص نحس الجو بدا يتلج في الليل، تحسوا خلاص بدا أجواء الشتاء. هنا عندنا خلاص حطيت الطبقة الثانية من الكنافة، وبعدين الطبقة الأخيرة طبعا حتقد الكريم شانتي. انا هنا في لقطه نسيت نصورها لكم، اني كملت الطبقات، يعني كل اخر طبقه اللي فوق الكريم شانتي الشوكولاته والفراوله، وفي شويه زيد من الكنافه رشيتها فوق الوجه، وزينت بالفستق، ممكن لوز ممكن فرميسي اختياري، وحطيت فوق بسكوت الاوريو كمنظر. بجد جت تهبل وطعمها سمح. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، ومع السلامه.